اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ من الصعيد من الريف المصري من الاخر الباميه من خير ارضنا. هنعمل الويكا. ويكا ايه الفرق بين الويكا والطاجن الباميه باللحمه الضاني؟ فرق كبير وتفاصيل صغيره والمعنى كبير والطعم جديد وحاجات كتير قوي. هنعمل ويكا النهارده، هنعمل معاه شويه شعريه بالحليب، طعم الفانيليا بطعم الحبان زي ما انت حابه. الشعريه اللطيفه دي تتحمر ازاي كلها تبقى حبه واحده في قلب الحليب. هنعمل طبق مقبلات لطيف وجميل، البتنجان بالطحينه، مش بابا غنوج ولا متبل. ازاي المغازه هيعمل بتنجان بطعم الطحينه وطبخه الطحينه والفليفله الحلوه؟ هنسيب كل حاجه على السفره وناكل البتنجان بالعيش البلدي اللي هو نقدر نقول عدل السفره بتاعتي، اذا كانت ويكا او بتنجان، عيش بلدي. السفره دي معلهاش رز، عليها حلو شعريه بالحليب، برضو نشويات وحاجات لطيفه. تفاصيل كتيره النهارده، المعنى كبير والطعم جديد. ممكن بأقل تكلفه تعملوا سفره لها معاني كتيره ولها طعم مميز. معانا شوربه لحمه دسمه هي اللي هتشارك في طعم الويكا. ممكن تكون شوربه اللحمه دي شوربه فراخ، زي ما شوربه بط، شوربه وز، زي ما انت عايز. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نصيحه مني، اوعى تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره معنى كبير وطعم جديد، ولكن الكلام ده بنشوفه عملي. معانا مقادير الويكا على الشاشه، وفي اكلات زي ما قلت لحضراتكم قبل كده لما بعملها بتخض. يعني مثلا طاجن باميه باللحمه الضاني، رز معمر، فطير مشلتت، الاكلات بتاعت امهاتنا والزمن الجميل. طبعا ده زمن ما يتعوضش. مقادير الويكا على الشاشه. شوربه لحمه او فراخ عندك، اللي معانا النهارده شوربه لحمه دسامه عاليه، مظبطها معليها بشويه بوكيه جارنيه وجاهزه عندي، كانت عندي في الثلاجه للامانه. ومعانا الباميه بتاعتنا الجميله، ممكن تكون بلدي او مجمده، بنجيب الكبيره ونقطعها شرايح. معانا بصله ناعمه، معانا كزبره خضراء، كزبره ناشفه، مكعبين من الزبده، وبصله وتومه، وشويه حب، شويه شغف للمطبخ. عايز اعمل اكله النهارده جزء ما اكلهاش بالطعم ده قبل كده. معانا طبعا بتنجان مخلي العدل السفره بتاعتنا. تعالوا نشوف هنعمل الويكا مع بعض ازاي. حلو قوي. شوف طاسه كده على النار حلوه، او الحله اللي هنشتغل فيها زي الفل. تمام، نبدا نحمر بصلايه حلوه كده، معلقه زيت، معلقه سمنه حلوه، ايه رايك؟ اه، اللهم صل على النبي. ومعلقه سمنه حلوه كده من ايدك الحلوه ست الكل عشان تاخد طعم. ممكن تتعمل الويكه من غير شوربه فراخ ولا لحمه، ممكن تتعمل بميه عادي وزيت، مفيش اي مشكله خالص. تاخد البصله والتومه، ننزل بالبصلايه الناعمه، نسيبها تحمر كده وتاخد لون بالشكل ده كده. حلو، من وقت للتاني نقلبها، اللهم صل على النبي، على نار شديده كده، واسيبها على النار. على البصلايه ما تتحمر وتبقى لونها اشقر كده وجميل. نشوف الباميه هنشتغل فيها ازاي. الباميه بتيجي تتجاب تتقمع، احنا مقطعينها طبعا مع بعض، بس انا هعلمك تقطعها كده سريعا بالشكل ده كده. سكينتك الحاميه يا ست الكل، تقطعها ايه شرايح زي دي كده. في طبعا اخواننا في الصعيد والريف المصري اللي بوجه لهم تحيه كبيره من مزبيرو، بيمسكوا الباميه دي ينشفوها وتتخزن ناشفه زي البنوخيه بالظبط. اه شفت ازاي؟ كانت زمان ام رحمه الله عليها تحط الباميه دي في دبار كده وتتنشف تتيبس، تلاقي افره افره زي الايه الفرع الذهب كده، ومتعلقه في الشمس تبقى متيبسه. الباميه تلاقيها في كل الاوقات، كانش في باميه مجمده بقى ولا متفرزنه ولا الجو اللي احنا فيه دلوقتي. خلي بالك. اه ناخد البصلايه دي كده، والبصلايه بتتحمر عشان عينيا ما تدمعش. يعمل ايه؟ احط شويه بهارات. شفت خدت لونه حلو ازاي؟ اهو البهارات بتاعتنا للويكا، شويه بابريكا، شويه كزبره، فلفل اسود بتاعنا كده. البصلايه اتبهرت، شويه الملح التمام، واسيب البصلايه دي تتحمر كده وتاخد لون حلو قوي، لان السر بتاع الويكا في الشوربه بتاعتها. سر الويكا في شوربتها. اه شفت البصلايه راحت في مكان تاني خالص. شفت الجو ده كده؟ اه اوعي تنزلي بالتومه دلوقتي،
الا لما البصلايه خلاص تبقى متحضره وجاهزه. علي ولماذا؟ لان التومه هتسود منك هنا وتحمر ويبقى شكلها مش لطيف وتمرر لك الاكل بتاعك. ينزل بالتوم خلاص. زود التوم يا شيف، الباميه تحب التوم. الله على الخلطه الجميله الحلوه دي كده. انا بقى شوربه ايه؟ الشوربه اللي عندي انا مغذيها، معانا بوكيه جرنيه، بصل وجزر ياخد غلوه على النار، ده الطبيعي اهو. شفت الشوربه الحلوه دي كده؟ طلعها من الثلاجه، سخنيها وتحضريها وتشغليها. حلو الكلام. انا اخد الشوربه دي كده نحضرها ونجهزها للويكه بتاعتنا، ده مهم جدا على فكره، وتصفيها كويس عشان ما يطلعلكيش فيها قرن فلفل ولا يطلعلك فيها حاجات من اللي احنا عارفينها زي مثلا بصلاي. يا ويلي. حاضر. دي شوربه. شوربه فيها كل حاجه بقى، فيها البصله والتومه، بوكيه جرنيه، جزرايه حلوه، تومه حلوه، يعني ممكن نجيب شويه جوز الطيب. عندك شوربه لحمه، شوربه فراخ، شوربه بطايه حلوه كنت سلقاها، وزه حلوه دبعتيها، هكذا الشوربه جاهزه اهي. اهو زي الفل. اهم حاجه ان انا بصفي الشوربه واروقها. واحطها على النار اسيبها تغلي بقى كده، انا بجهز للويكه بتاعتي. اخواننا في الصعيد الجميل اللي انا بحبه، وناس الصعيد ورجاله الصعيد الناس الطيبين، وهم عارفين كويس ان انا بحبهم وبحب اعمل الاكل بتاعهم، بيبقى فيه مفراك بتاع الويكه ده جاهز، وبتجمع على القايمه بتاعه العروسه، مفراك، خلاط، كبه، الحاجات دي مهمه جدا، اهم من شاشه التلفزيون، عشان هم دولت اللي هيخلوكي تبدعي في المطبخ. طرير وصول لقلب الراجل. ايه يا مخرجنا؟ لا لا، احنا فاهمين غلط وفاهميننا غلط الستات، والله مش معدته خالص، مفيش راجل تضعفه معدته. الشيف المغازي، طريق الوصول لقلب الراجل الشيف المغازي، لازم تتابع الشيف المغازي على شاشه القناه الاولى، بيديك افكار بسيطه وسهله باقل تكلفه ممكنه، بيديك المصروف الراجل الطيب. انا بطريقتي انا وبخبرتي الطهويه هخليك توفري من المصروف ده وتجيبي له هديه عيد الحب، هديه عيد جواز، هديه عيد ميلاد. ايه رايك في الكلام ده؟ نيجي نمشي على الخطه ده خلاص؟ بجد والله باقل تكلفه، مش هنقول بقى ان حاجه غاليه ولا حاجه، والمواويل اللي بنسمعها دي انا ملهاش لازمه عندي ولا بعمل لها اعتبار. المطبخ انك تفكري تفكير بسيط وسهل كده وتعملي سفره حلوه. الشوربه على النار بتغلي، حلو الكلام؟ واسيبها تتسبك كده وزي الفل. شفت الشوربه دي؟ بصلايه ناعمه سبتها تتحمر مع شويه توابل، معلقه سمنه حلوه اهو، بعدين نزلت بالتومه البهار. شفت الشوربه؟ رايقه وفايقه. شوربة رايقة وفايقة. الله. واسيبها تغلي على النار، مش هنزل بالبامية غير لما تغلي على النار. علي ولماذا؟ ما انت كده كده هتحط البامية وكده كده بالمفرك وهتفركها. بص بقى يا اختي، صلى على الحبيب، انا لو نزلت بالبامية على الشوربة وهي باردة هتسود منك وتبقى الويكة لونها اسود، واحنا اتعلمنا من الصعيد الجميل واهل اسوان واهل الاسر والناس الطيبين ان الويكة بيبقى لونه اخضر حلو جميل، والكزبرة الخضراء في قلبها باينة وحاجات تفاصيل كده. فانا عايز البامية تبقى خضراء عشان احافظ على خضارها وجمالها ونضارتها، اعمل ايه؟ انزل بيها في الشوربة وهي بتغلي وحاطط لها الملح بتاعها ومظبطها. حلو الكلام. يبقى المفروض هنا نغطيها عشان تغلي معانا بسرعة. حلو قوي، خلصنا من الويكة. حلو، تعالوا نشوفوا مع بعض نعمل البتنجان بالطحينة ازاي. مقاديره على الشاشة، معانا بتنجان عروس ابيض واسود اللونين عشان ما حدش يزعل مننا. حلو الكلام. ابيض واسود، معانا فلفل حار، ومعانا طحينه اهي جنبيها، ومعانا كمان بصلايه ناعمه وفص توم على الطحينه. هنشوف نطبخ الطحينه ازاي تنزل على البتنجان ده تاكل صوابعك وراها. حلو الكلام. تعالوا نقطع البتنجان بالشكل ده كده، مكعبات، مربعات، كاريهات، قولي زي ما تقولي، الابيض والاسود. ما بتقشرش البتنجان يا شيف؟ انا مش عايز اقشره. ليه؟ اذا ربنا خلقه بالجمال والشكل ده. الابيض واسود وله في ذلك حكمه. شفت؟ خلونا نستفيد باللون الحلو بتاعه ده كده، والاثنين يشاركوا معانا في الطبق. زي الفل. بتنجان نقطع كده. وهخليك دلوقتي تعملي طبق بتنجان
مش بتنجان مخلل، ده بتنجان بالطحينه. ده فلفل احمره معاه، وده برضو فلفل. هخليه سليم ده كده، انا حابه يكون سليم. ناخد البتنجان ده كده، والله طبق البتنجان ده لوحده كده موسوعه، نقطعه كده. وعندي زيت بيسخن، حاضر عيني، وعندنا زيت بيسخن على النار. حلو، ناخد دول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. في طريقه تانية للتقطيع، انك تقطعيه كده زي انت حابه يعني كده. حلو، ممكن برضو تقطيع السلطه، تقطيع الخضروات دي اذواق، زي اللوحه الفنيه اللي بترسميها بالظبط. بعض ممكن يرسم لوحه فنيه بقلم الوان واحد، وواحد يقعد يجيب الالوان اللي في المكتبه كلها عشان يرسم بس ايه لوحه او يرسم شكل جمالي. شفت التقطيعه دي كده. قطعت البتنجان ده كله، لان انا طبعا ده بعد ما يتحمر هيبقى شويه صغيرين يعني، عشان كده انا مقطع كميه. شفت التركايه اللي جايه دي بقى؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. ورق النعناع ده في قلبيه. ايه يا شيف اللي بتعمله ده؟ ايه الاختراع ده؟ انا عايز اقول لك حاجه بجد يا مخرجنا، الشوربه ريحتها بتنط من الحله والله العظيم. افتح لك كده تبص، بص بص، لا جيب لي التركايه دي بالله عليك. وحياه هو ده يا ويلي، فاتتك. ايه ده؟ زلزال في قلب الحله. هو ده. لسه مش هنزل بالباميه دلوقتي غير لما الشوربه تاخد حقها، لان حاطط بصله حلوه وتومه حلوه وشويه بهارات. حلو، وده النعناع انا سقطه على الايه، على الباذنجان. حلو، هعمل ايه دلوقتي؟ يلا، ايه رايك ننزل بالباميه؟ بص على الحلاوه، بص على الشقاوه. هو ده. بص. شفت؟ يا ويلي، ايه الويكا يا ويكا يا ويكا. وسيبها تستوي يا اختي اهو، لغايه لما المفرك اللي انت جايباه يفركها كلها في قلب بعضيها، ونغطيها. يلا ناخد البتنجان بتاعنا ده كده في زيت شديد الحراره عندنا، ونبدا ان احنا ايه نحمر كل ده مع بعض. يا غالي، ورق النعناع هينزل مع البتنجان في قلب النار. تقلقش، كل ده في زيت طبعا عندك جاهز. البعض بيسالنا على السوشيال ميديا، شيف مغازي هو انا ينفع احمر في الزيت مره بطاطس مره بتنجان؟ بتوع الطعميه علمونا كده، اللي احنا اتربينا على ايديهم، يحمر الفلفل ويحمر البطاطس ويحمر البتنجان وبعدين ينزل بالطعميه. الزيت اخباره ايه؟ زي الفل. اللهم صل على النبي. هو ده كله مع بعضه في قلب الزيت، التحميره دي كده. البتنجان غير الكريسب، خلي بالك عشان البتنجان فيه سوائل. الاستاذ المخرج بيسالني بيقول لي مفيش رياكشن كده من الزيت ان في حاجه نزلت فيه. يعني هو انت بتحمر بقلاوه يا طيب ولا بلح الشام اول ما ينزل يعوم؟ لا ده بتنجان يعني فيه سوائل. هو ده، حاضر. حلو. حلو، ونهزه واسيبه في النار. حلو قوي، تمام، خلصنا الاكل. معايا في المقادير طحينه للبتنجان الحلو ده كده. تعالوا نبدا طبخه الطحينه. طبخه الطحينه هنعملها ازاي مع بعض؟ اهو طاسه على النار. حلو، واحط في الطاسه دي شويه زيت زيتون. عيني، حاضر، دي مهمه جدا على فكره. طيب ناخد بعدين نطلع فاصل صغير. والله يا بنت حلال، ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، بس عايزك تجيب تفاصيل الباميه لسه بتقوم معانا وتغلي، وهنرجع بعد الفاصل نشوف صلصة الطحينة اللي هتتعرف على البتنجان وتاخده في مكان تاني بطعم تاني. معانا شعرية بشوية لبن مع شوية جوز الطيب، حكاية. معانا الويكا من الصعيد الجميل اللي بوجه له تحية من مزبيرو، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف مع بعض ايه الويكا، ايه الدنيا. هو ده، شفت الخضار والجمال بتاع البامية؟ جا منين؟ في حالة
يلا اخواننا وحبايبنا بتوع السوشيال ميديا اللي انا بحبهم، في حالة سلق الخضروات. شفت الخضار والجمال؟ شايف الخضار؟ اخضرت احلى من الاول كمان. في حالة، الله يرحمك استاذ فؤاد المهندس، في حالة سلق الخضروات نضع الملح على الماء اثناء الغليان. وحذاري انك تسلق خضار في قلب ميه من غير ملح، هيسود منك، سواء بزلة، سواء كوسة، سواء بامية، سواء بروكلي، سبانخ. هو ده. شفت الجنب؟ بتسلقي ورق الخس علشان تعمليه محشي، لازم تحط رشة ملح صغيرة في قلب المية. الصورة على الشاشة بتتكلم مصري، ويكا من قلب الصعيد المصري والريف المصري، اللي بوجه له تحية كبيرة من مزبيرو، وكل عام وحضراتكم بخير. لينا مفاجآت حلوة بإذن الله تعالى في الشهر الكريم، يتجمع فيه على خير إن شاء الله. حلو الكلام. خلي البامية. أخبار البتنجان يا شيف؟ جيب لي البتنجان اللي يهمني ده. هو ده النعناع. ده النعناع عامل عمايله مع البتنجان، هيديني كريسبي بقى ويديني طعم حكاية. نعمل الصلصة مع بعض. صلصة الطحينة، زيت زيتون. حلو قوي. حلو. وفي قلب زيت الزيتون ده يا عم الشيف بننزل ببصلايه ناعمه وتومه ناعمه. بصلايه يعني عارفه اللي هو ايه، شيء اشياء كده. يليه التومه على طول. يليه الصلصه الحمراء. كل ده يا شيف. الموضوع هنا مختلف، انا مش هستنى التومه. ونقلب كل دول مع بعض. اللهم صل على النبي. وجنبي ميه بتغلي. شيل دي من هنا. حاضر. وشيل دي من هنا. حاضر. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هي دي للبتنجانه. تاني عملت ايه يا شيف؟ بصله، تومه، معلقه فلفله حلوه. مدرسه يا مغازي، طول عمرك مدرسه يا مغازي. ده انا هعمل تركيه دلوقتي مش موجوده في المكرر. ازود الفلفله الحلوه دي كده. واقلب كده. حلو. اسيبهم على النار شويه يسبكوا. الفلفله الحمراء دي جميله، طعمها حلو، دايما بتعلي من الطعم. عينيا. ونقلب كده. شكرا يا درش. نقلب كده. درش جاب لي كزبره خضراء. انا كده بقول. هنقلب. شفت الحلاوه دي كده؟ شفت التركيه اللي جايه دي كده بقى؟ الطعم الحلو ده كده اهو. هو ده. تاني هناخد منه شويه. بص 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 على الحلاوه والشقاوه. بص رايح على فين؟ على بلد المحبوب الصعيد الجميل. يا ويلي. هو ده في قلب الويكا. خديتها مكان تاني خالص. ده المطبخ. شفت بقى الماده الزلاليه اللي بتاعت الباميه بدات تظهر ازاي؟ ونرجع تاني بدي كده. ننزل بالطحينه. اللهم صل على النبي. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ ده لا شفته في كتاب ولا في كراس. قال لك السر في الطاسه والمغازي جاب الخلاصه. دي الصلصه بتاعت الطحينه بتاعتي. قلبها كده. شفتي؟ في اكله مشهوره في المطبخ السوري او اللبناني او الشامي اسمها المحمره. بتتعمل بنفس الطريقه، بتاخد بقسومات ناعم وعين جمل. موضوع تاني بقى ومدرسه تانيه. تاني يا عم الشيف بتاخد ايه؟ بتاخد بقسومات ناعم، بقسومات بتاع الشاي مش البقسومات اللي بنعمله بانيه، وبتاخد عين جمل. ونقلب طحينه. هتاخد قوام دلوقتي، اتفرج عليها. بتنجان في قلب الزيت، تقلقيش عليه. الله عليك، الله عليك وعلى والديك. الحاجات اللي بنشوفها اول مره دي. تاكل صوابعك وراها. تاني. دي طحينه. حد يفتكرها نشا ولا حليب؟ الناس اللي جايه متاخره حبايبي اللي بيتابعوا برنامج اكله ام على القناه الاولى والفضائيه المصريه، ميعادنا كل يوم الساعه 1. هوا
البتنجان في قلب الزيت بيتحمر بيشقر لونه. انا حطيت تومه بصلايه زيت زيتون كله مع بعضه مع الفلفله الحلوه الهريسه الحمراء، حلو الكلام. بعدين نزلت بالطحينه. ده قبل ما انزل بالطحينه، عايز تعرف قبل قبل ما انزل بالطحينه خدت شويه من الخليط الحلو الاحمر الجميل الذهبي ده كده، غزيت الويكه بتاعتي بيه. شفت الصلصه دي؟ تاني بس خلاص، ده القوام ده حلو قوي. ونسيبه مع النار كده، دول معلقتين طحينه والله. عملنا حاجه حلوه ازاي. ننزل بقى بالايه، هو ده الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، شويه بابريكا، شويه كمون بتنجان عشان الغازات، شويه فلفل اسود، شويه ملح حلوين، ونقلب. شويه نعناع يابس، حلو، ونقلب دول كلهم مع بعضيهم. حلو، الله على الصلصه دي، الله على الصلصه دي اللي تاكل صوابعك وراها. دي جاهزه، سيبها زي ما هي كده. ونجيب البتنجان بتاعنا الجميل الحلو، اللهم صل على النبي، ونجيب سرفيس حلو زي ده كده. الله اكبر، بص على الحلاوه بقى، بص على الشقاوه. ده البتنجان اهو، ابيض واسود. ده اللي عاجبك قوي النعناع الاخضر اللي في قلبيه ده. هو ده، هو ده، هو ده الزغليل. العب. ده بتنجان يا شيف. حد يقول لي ايه الجديد يا شيف؟ اخترعت الذره يا طيب؟ لا لا لا، بص يا غالي، لما بنقول تفاصيل صغيره معنى كبير وطعم جديد، مش من فراغ. الجملة دي والسلوجان ده بيترجم نتيجة خبرة طهوية، خبرة السنين تعدي 30 سنة. بجد والله العظيم النعناع الأخضر اللي أنا حمصته في قلب البتنجان هياخدنا ويروح حتة تانية خالص. النعناع أهو يا فندم، أهو يا فندم، أهو 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 ده يا فندم، ورق النعناع أهو أهو. حلو، ننزل بيه هنا كده، صلى على الحبيب. هو ده، جيب لي التفاصيل يا طيب. هو ده، أهو أهو، دي السلطة يا ويلي. هو ده، أهو والله العظيم ده عايز العيش البلدي، مش تاكل غيره. حطيه في التلاجة بقى يبرد شوية. ألف أنا وشفا، حلو الكلام. بس خلاص نقلبه. ده نوع مقبلات مش موجود لا في كتاب ولا في كراس، ونسيبه على جنب كده لغاية لما يبرد. عندك خاصية بلدي، عندك خاصية كابوتشا، عندك شوية جرجير، تعملي جرنش كده للطبق وتغرفيه. بس انا هخلينا على جنب عشان عندنا حاجات تانية. حلو الكلام، تعالوا مع بعض نعمل الشعريه باللبن. طيب خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع للتفاصيل الصغيره من قلب الصعيد الجميل بخبره طهويه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. استاذن فريق العمل، مقادير الشعريه بالحليب، شعريه باللبن، طعم الفانيليا، طعم جوز الطيب، التفاصيل ازاي تحمري شعريه تاخد لون واحد، ما تبقاش واحده فاتحه وواحده غامقه، وخاصه لو هنعملها باللبن هيبقى شكلها وحش قوي على السفره. شعريه، سكر، جوز الطيب، فانيليا، حليب، كامل الدسم قليل الدسم، دي بتاعتك انت. شعريه، فانيليا، سكر، جوز الطيب، ومعانا حليب، دسمه عاليه دسمه قليله حسب الرغبه. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. حاضر يا غالي، عايز ايه قول لي؟ عايز تبص على الويكه؟ لا، بص على الويكه وشوف الزلزال اللي في قلب الحله. الزلزال ده بيتكلم من الريف المصري هو ده، هو ده، هو ده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ زلزال، هو ده. جه وقتك يا عم الشيف، جه وقتك تشغل الهاند ميكسر بتاعك، علشان ده مش موجود طبعا دلوقتي، يعني كان ايه زمان يعملوها بالايه؟ بالمفراق. حاجة دي سريعة كده اهو، من مصروف البيت يا اختي، يا عروس، يا ست الكل، يا امرايا، من مصروف البيت. هتجيب البتاع ده يعمل له كام؟ يا سعره في متناول الجميع، ممكن تجيبيه بالقسط كمان عادي، بس بيساعدك وبيريحك. تعملي شوربة عدس، بتعملي شوربة خضار، خلاص خلاص، ضربة والتانية. المفراد بياخد وقت شوية.
هي بتاخد قوام لوحديها. اوعى تحط دي ونشا، دي ونشا ده اللي هو يعني ايه بقى، اتحط في مأزق واتحط في فخ تتحكي. اه والله حد يعمل الويكه بالدي والنشا؟ اه هي الباميه لما بتتفرك او بتتضرب كده بتاخد قوام لوحديها. دي عايزه العيش بقى الايه الطري الحلو. الله تشوف القوام. تدفع كام؟ خلاص اه الله راحت الباميه. لسه عامل لها طشه دلوقتي، لسه وقتها ما خلصش، خلي بالك لسه فيها شغل كتير. بص الله اه الله، اكله الويكه دي مع العيش البلدي ويا ريت تسيبي فيها كده فصين باميه سلام كده بعنوان يعني عنوان المحبه. حلو. شوف الشعريه مع بعض نحمرها عشان نكسب وقت. طاسه شديده الحراره، حلو. عايز الشعريه تتحمر بسرعه، هنحط معلقه سمنه مع معلقه زبده مع شويه سكر اهو. حلو، اللهم صل على النبي. ومكعب الزبده الحلو ده اللي يساعد على احمرار الشعريه سريعا اهو. وناخد الشعريه بتاعتنا بشويه سكر ونحمرها. الله اهي شعريه باللبن. شوف الشعريه وهي نازله في قلب الحله، بحب قوي ريحه الشعريه دي لما ينزل عليها الحليب او الشوربه، خاصه لما نعمل رز بشعريه. ايه الحلاوه دي؟ بس خلاص حلو. ومعلقه عندك لعدت لا على بصله ولا تومه وقلب. خلي بالك من الحاجات الصغيره دي كلها، انت يعني ممكن يعني بص بقى يعني غصب عنك، وده كان بيحصل معايا، تيجي واخده المعلقه اللي كنت بتقلبي بيها الويكه من شويه وتيجي حاطاها في الشعريه يبقى شكلنا وحش. كنت بتحمري بصله وتومه على النار مثلا ولا بتعملي اي حاجه وتيجي حاطاها في قلب غصب عنك. لا انت تحط في الاعتبار التركيز مهم جدا في المطبخ. حط شويه السكر ونقلب. كرملت السكر مع الشعريه مدرسه ثانيه من الاحمرار. كرملت السكر مع الشعريه مدرسه ثانيه من الاحمرار. وعندي حليب بيغلى على النار، حاطط فيه شويه فانيليا، خلي بالك ده مهم جدا. حاضر انا اغرف لك البتنجان دلوقتي عشان الصوره الحلوه. ادي طعم الفانيليا في الحليب وشويه السكر اللي باين عندي في الحليب. يبقوا دول جاهزين. حلو الكلام. ونقلب شعريه باللبن على طريقتي انا بحبها، وبحب الشعريه المطبوخه العاديه، يعني شعريه مثلا بشويه فلفل اسود كده مع شوربه وميه عاديه، بصراحه بحبها جدا. اكل زي ما اكل، عمري ما احس باي مشاكل هضميه خالص. هناخد البتنجان بتاعنا نغرفه مع بعض، ده اللي يهمني من الاخر والله، شويه عيش بلدي. شفت البتنجان؟ بس اعمل حاجه لطيفه قوي، قرن الفلفل ده كده خليه على جنب، وحبيبه ده كمان على جنب، وانزل بالبتنجان بتاعي ده كده. يا ست الكل، دي مش صلصه طماطم الله عليك، دي مش كاتشب، دي طحينه. طحينه واخده ايه؟ بابريكا، واخده فلفله حلوه. دوقي وانت تعرفي، اعمليها وانت تعرفي. ولازم البتنجان الابيض والاسود. ألف أنا وشفا للي ياكل من الطبق ده، خليه في التلاجة، وكل ما يهفك على حاجة تفتح الشهية افتح التلاجة وخد حتتين في طبق. الله عليك وعلى والديك يا طيب. ده مكانه فين؟ لا مش الكنترول، بعد ما نخلص. حبيبي حاضر حاضر يا غالي. مكانه هنا. مقبلات. يلا خش على اللي بعده. الشعريه اخبارها ايه؟ هو المال الحلال ربك مبارك فيه. تحمر مين يا غالي وتسود مين بس؟ الله عليك. طب بتهزر؟ شفت الشعريه؟ شعريه باللبن. السكر كرملت السكر بيساعد على الاحمرار.
حمار الشعريه بشويه سكر يساعد على الاحمرار. الخليه كلها لون واحد على النار الشديده دي كده عشان تنجزنا. حلو الكلام. الويكه محتاجه ان احنا نغرفها طبيعي. نجيب طبق الويكه، عايزه طبق حلو كده، بس بصراحه انا عايز اعمل واجود كده. وارد ان امهاتنا بيعملوا الجو ده، احنا معانا وقت يعني. هعمل طشه. الطشه دي عباره عن تومه، كزبره خضراء، كزبره ناشفه للويكه. ممكن الست الكل مش بتعملها، خلونا نجربها كده ونشوفها. طاس على النار بمعلقه سمنه. طاس على النار، حلو الكلام. بنحط في الطاسه دي معلقه سمنه ونسيبها ايه تدوب كده براحتها. حلو. نطفي النار دي، مش عايزها. وارد انك انت مش بتعمليها، وارد، بس خلينا انا بعملها بصراحه يعني، بتعلي من طعم الويكه. ادي الويكه جاهزه اهي، وعندي كزبره خضراء وكزبره ناشفه الاثنين مع بعض. وهعمل طشه حلوه دلوقتي، شويه حب يعني، شغف، واشيل كل حاجه هنا مش عايزها بقى عشان نغرف الانتاج بتاعنا، انتاجنا من الويكه، انتاجنا من الشعريه بالحليب اللي هننزل بالحليب على الشعريه. العب هنا هنا، هو ده هو ده هو ده هو ده. اه زلزال، هو ده. خلاص، ايه الاخبار؟ قلب، اللهم صل على النبي اهو. وسيبها تستوي على النار هاديه يا اختي، الله يوفقك. تاكل شويه شعريه حكايه، فيهم طعم الفانيليا وجوز الطيب. لا مش عايز احمرها جامد دي بالحليب، واحنا بنعمل رز بشعريه يا محترم. رز بشعريه، الشعريه تتحمر عشان تبان من حبه الرز، انما الشعريه اللي بنعملها مع الحليب ما تتحمرش جامد. تشرب السمنه البلدي كده وتتكرمل مع السكر وبعدين ننزل بالحليب. الله، الطبق ده انا بحبه قوي على فكره، بحبه كمان فطار. ننزل بالكزبره الناشفه، سوري التومه. عايز اعمل طشه للويكه. على نار شديده كده هنا، ايه رايك كده؟ تنجزنا. خلي دي هنا، ننزل بالكزبره الناشفه. الله، انت بتعمل فته؟ اصبر على رزقك يا غالي. كزبره خضراء، وارد في الصعيد مش بيعملوها بالطشه دي، وارد، انا مش عارف بصراحه يعني. يعني كل ام في عمال الويكه، الباميه، الشلوله، وحاجات اللي هي من الزمن الجميل دي، كل ست طيبه بيئتها بتختلف من ام لام، من بيت لبيت وهكذا. بس شوف المغازي يعني، الباميه يعني كزبره خضراء، كزبره ناشفه، معلقه سمنه بلدي، عند شوربه لحمه حلوه. شفت الطشه دي؟ الله، موضوع تاني خالص. حلو قوي. شوية فلفل اسود. الله، الله عليك وعلى والديك. وعندي الويكة جاهزة. حلو، شفت ريحة الكزبرة الخضراء؟ ناخد الويكة بتاعتنا الطيبة دي كده. مخرجنا أساتذة المصورين حبايبي، هو ده هو ده. شفت الطشة دي رايحة على فين؟ على فين؟ على فين يا مغازي؟ يلا على فين؟ على فين؟ هو هنا. يا ويلي. لا يا شيف، ده موضوع تاني ده. نجرب. لسه ما خلصتش. نجرب. لسه ما خلصتش. مكان تحمير. هو ده. يلا هو ده. بنقلب. لا ويكا. سماها بقى ويكا على طريقة مين؟ المغازي. نغرفها مع بعض؟ يلا بنغرفها مع بعض. اللهم صل على النبي، الطبق الحلو ده يستاهلها. جنب البتنجان عمنا. ايه رأيك؟ اللوكيشن ده بتاعها حلو كده؟ معانا حلو؟ شوف البامية وهي نازلة تتناغم وهي بتتكلم مصري من الصعيد المصري. بامية ويكا. مع العيش البلدي. اللهم صل على النبي. ألف أنا وشيفا اللي ياكل.
عيني. حاضر يا فندم. اهو جاهزه كده فل. عندنا الشعريه تغرفها في طبق حلو كده، اللهم صل على النبي. استوت الشعريه من الاكلات اللطيفه الحلوه. حلو اهي. اوعى يبقى شفت بقى الاخطاء اللي بتحصل هنا. مخرجنا الجميل انت مستعجله معانا يا استاذ رحاب، اختم يا شيف وقتنا خلص. تيجي واخده معلقه فيها توم فيها بصل فيها طشه مقلبها في الشعريه كده، كل تعبك راح على الفاضي. حلو الكلام. اول معلقه اللي بقلب بقى اهي اهي اهي. يلا اغرف الشعريه اهي اهي. بص الشعريه نازله ازاي، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه اهي اهي. ايه ده ايه ده ابو غازي، انت ساحر؟ ايه ده يا راجل، ده انا بخش المطبخ اقعد 3 4 ساعات عشان اعمل الاكل ده. اهو اه، وعلى راس المخرج. يلا خلص وقتك خلص. اه شعريه لطيفه اللي زينا بيه يا عم الشيف. ارفع نعمة هو ده. حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه، تفاصيل صغيره معنى كبير وطعم جديد من قلب المطبخ المصري، مطبخ الصعيدي اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. وكل عام وحضراتكم بخير.